السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى اليوم سنقوم بشرح درس النهايات. النهايات بصفة عامة شنو هي؟ إلا اعتبرنا دالة مثلا كالآتي، لاحظوا معي x كيساوي 2 x يساوي 2 زائد 4 x ناقص 1 مثلا، هذه دالة. بغينا نحسبوا النهاية ديالها مثلا في العدد 1 x يؤول إلى 1 مثلا، اي باش نعطيو اكزومبل واحد المثال بسيط للنهايات. اذا فهنا فاش انا غنحسب النهايه ديال اف لي اكس في العدد واحد، المعنى ديالها هو ان اعوض في كل مجهول اكس ساعوض مدى العدد واحد، فغتصبح عندي النهايه هي كالاتي: اكس يؤول الى واحد ديال جوج ديال النهايه ديال جوج اكس يساوي 2 زائد 4 اكس ناقص 1 هي كالاتي، هي تساوي ماذا؟ لاحظ معي كندير جوج في واحد أوسي اثنان، يعني كنعوض بحال راه كنحسب اف لواحد، بحال كنحسب اف لواحد، بحال غنحسب اف لواحد زائد 4 في واحد ناقص واحد يساوي جوج في واحد أوسي اثنان هي جوج زائد 4 في واحد هي 4 زائد ناقص واحد يساوي بعدها في الأخير يساوي 5. جوج في واحد أوسي اثنان هي جوج، 4 في واحد هي ماذا؟ هي 4 ناقص 1 اللي هي 5، ونكون بذلك حسبت النهاية، والنهاية ديال اف لي اكس في 1 هي ماذا؟ هي 5. هذه بصفة عامة شنو هي النهاية؟ النهاية هو كنعوض بالعدد فاش تكون نهاية تؤول إلى عدد حقيقي. أما فاش تكون تؤول إلى زائد نهاية ولا ناقص نهاية، هنا كاين عندنا قاعدة خاصة هي كتقول فاش تكون النهاية ديال دالة تؤول إلى زائد لا نهاية ولا ناقص لا نهاية، بحال مثلا عندنا هنايا مثلا عندنا ليميت ديال اكس تؤول الى موان بلس لانفيني كيما كان سوا بلس لانفيني موان لانفيني ديال ماذا؟ ديال جوج اكس يساوي 2 زائد 4 اكس ناقص 1. هنا اش كندير فاش تكون تؤول الى بلس ولا موان لانفيني؟ ماذا كنديرو؟ كناخذ فاش تكون دالة حدودية، هذه دالة حدودية، شنو كنديرو؟ كناخذو اكبر اس، بمعنى غنحسب النهاية ديال إكس تؤول إلى زائد لا نهاية فين أكبر أس هنا هو جوج إكس أس 2، غادي تكون هي ماذا؟ هي جوج بليس لانفيني، هي بليس لانفيني، يعني علاش؟ هنا جوج في زائد لا نهاية أس 2، زائد لا نهاية أس 2 هي زائد لا نهاية، جوج زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، كذلك في إكس تؤول إلى موان ناقص لا نهاية، إذا إكس تؤول إلى ناقص لا نهاية، يلا كناخذ كذلك أكبر أس اللي هو جوج اكس يساوي 2، يعني كنتخلى على الجزء الثاني ديال الدالة اللي هي 4 اكس ناقص 1، كنتخلى عليه كناخذ اكبر اس تعطيني ماذا؟ هي جوج في ناقص لا نهاية اس 2، غادي نحاول نكتبها باش تشرح مزيان، هي جوج ناقص اس 2 شنو يعطي؟ زائد، هي زائد لا نهاية، وجوج زائد لا نهاية هي ماذا؟ هي زائد لا نهاية. هذا فاش تكون الدالة تؤول إلى زائد ولا ناقص لا نهاية، من طبيعة الحال كل دالة والحالة ديالها، هذه خرجت لي بهذا الشكل، راه كاين دول أخرين كيخرجوا بشكل آخر، وبالأخص إذا كانت الدالة جذرية. المهم عندي أنا في الدالة هي حينما تؤول الدالة إلى زائد ولا ناقص لا نهاية، يعني إلى لا نهاية، نأخذ فاش تؤول إكس إلى لا نهاية، نأخذ أكبر أس في الدالة الخطية، أكبر أس في الدالة السميح الدالة الحدودية، وحتى الدالة اللي كيكون فيها الكسر بحال هذا الشكل، إلا كانت هنا دالة حدودية، هنا مثلا 4 إكس أس 5 ناقص 7 إكس أس 3 زائد مثلا 2 على 3 إكس أس 2 ناقص 4، هنا أش كندير؟ كناخذ أكبر أس هنا وأكبر أس هنا، يعني غندير النهاية هنا في هذيك في لا نهاية، غادي ناخذ 4 إكس أس 5 على 3 اكس اس 2، يعني كناخذ اكبر اس للفوق واكبر اس للتحت، يعني دائما فاش يكون عندي داله حدوديه كناخذ اكبر اس، فاذا كانت داله فيها الكسر يعني داله جذريه بالجذر هو الكسر، شنو كناخذ اكبر اس للفوق واكبر اس للتحت هون، ونحسب الداله النهائيه. بطبيعه الحال هنا راه عندي اختزال، هنا يقول لك التلاميذ راه عندي اختزال تولي هي النهايه في لا نهايه سواء بلوس ولا موان على حسب شنو عاطيني هما في التمرين ديالي او السؤال، كناخذ كنختزل باكس اس 2 شنو تعطيني؟ 4 اكس اس 3 على 3، لان اكس اس 2 تختزلات، وغادي نحسب الداله ديالي في موان ولا بلوس لانفيني. هذا بصفه عامه
الداله كيفاش كنتعامل معها فاش يكون عدد حقيقي كنعوض بحال كنحسب اف لذاك العدد يعني الصوره ديال ذاك العدد وفاش يكون عندي تساؤل الى بلوس ولا موال فيلي كناخذ اكبر اس هادو بصفه عامه كيفاش كنتعامل مع النهايات السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته